صباح الخير عائلة يمن دوشات، كيفكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. قبل ما نبلش فيديو اليوم حابين نحكي لكم على لعبة جديدة، ببجي موبايل نزلت اصدار جديد اسمه ببجي نيو ستيت. هذا الاصدار يا جماعة تغير فيه كتير قصص، تغير فيها كتير شغلات. من شوي انا وشاهد كنا عم نجرب اللعبة وعم نشوف شو اللي تغير في اللعبة. بصراحة اللعبة صايرة رهيبة كتير. بعض من الشغلات اللي تغيرت هي الميوزك، صايرة كتير ميوزك احلى ولايقة على اللعبة اكتر. شي تاني كمان تغير باللعبة، الطيارة صارت الطيارة هيك احدث واحلى، وكمان غيروا اسامي الاماكن بالخارج. حتى الاسلحة تغيرت، السيارات تغيرت، طريقة اللعبة، الجرافيكس. يعني لما انتم بتلعبوا اللعبة بتحسوا اللعبة صايرة واقعية أكثر، هيك بتدخلكم جو اللعبة. قصة اللعبة يا جماعة مستوحاة من حرب عام 2051. واو. يعني طبعا. من المستقبل. لما بتلعبوا اللعبة هي ما بتحسوها أبدا إنه هي لعبة جوال، إنه لعبة تليفون. صراحة لما نحن جربناها أنا وشاهد اللعبة مو طبيعية. في شيء كتير 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 حلو باللعبة الجديدة هي اللوت، صاير كتير أسهل. يعني فيك تلاقي أسلحة، فلوس، وكل الجوائز هي بالشارع أنت وعم تمشي مع السكواد تبعك. سيرة السكواد يا جماعة صار في تحديث جديد لهذا الشيء، يعني إذا حدا من التيم عنكم مات ما انتهى الموضوع فيكم ترجعوه على الجيم عن طريق الفلير الأخضر. واو. كمان السيارات تغيرت، اشكالها تغيرت، استخدامها تغير، حتى سواقتها تغيرت. فيكم هلا صار تتخبوا ورا الباب وتطلقوا الرشاشات والاسلحه وتعملوا حرب. اكثر شيء يا جماعه حبيته بالاصدار الجديد صار كل شيء بالعربي، يعني فيكم تطلبوا سياره الاسعاف بالعربي، تطلبوا ذخيره بالعربي، كل شيء موجود جوا بالعربي. يعني اللي ما بيعرف انجليزي صارت اللعبه بالعربي وما في مشكله هلا. اوكي هلا حاليا شد ما حكينا لكم عن اللعبه، لازم تجربوا اللعبه. اذا انتم ما جربتوها بنفسكم ما حتعرفوا شو يلي عم نحكي عنه، لاني صايره اللعبه رهيبه كثير، صاير الوضوح فيها كثير رهيب، الجرافيكس كثير صاير واقعي. اللي راح تعملوه هلا انتم تنزلوا اللعبه، انا عارف رابط اللعبه تحت صندوق الوصف، روحوا نزلوها ولعبوها واعطونا رايكم تحت بالتعليقات، شو رايكم فيها؟ يا هلا يا هلا يا هلا. شوفوا يا جماعه، الام وبنتها، الام والبنتها. ميرا الام ولا بنتها. اوكي اليوم في فيديو كثير حلو رح ينعمل. تعرف شو هو؟ لا ما بعرف اي شيء. رح اقول لك هلا ورح تنصدم، هذا الفيديو ما رح يعجبك ابدا. اليوم انا رح اصير ام عزباء ليوم كامل. واو. رح اصير عادي ما في رياكشن؟ شو عم تحكي؟ حصير ام عزباء ليوم كامل. اوكي اليوم عم بفكر انا عندي كثير مشاوير، عندي بدي اروح اعمل اظافري، عندي كمان زياره عند الطبيب، هيك زياره روتينيه للبيبي، عندي بدي اشتري ملابس. فهي المشاوير طبعا ما فيني اخذ ميرا معي لاني رح تبكي ورح يعني رح تعملي ستريس طول اليوم. انا لحد الان ما فهمت الفكره كلها. اوكي فلازم اكون لحالي اليوم كله. بفكر انه سيامان يكون جليس اطفال لميرا، بيبي سيتر لميرا ليوم كامل لحد ما ارجع. لما بقلكن انا بخاف لما شاهد بتفكر، شاهد لما بتفكر بتجيب لي مصيبه. بجيب لك مصيبه ولازم يعني لازم توافق على المصيبه هالمره. احزر انا ليش رح اعمل هالفيديو؟ انا هذا الفيديو عملته مشانك، يعني زعلت عليك على اخر فيديو، ميرا تركتك وجيت لعندي، فاليوم لازم نرجع العلاقه بينك وبين ميرا. كمان شغله لازم تعرفوها انتو، لما شاهد بتفكر فيني وبتفكر بمشاعري انا كثير بخاف، ما بحب هذا الشيء ابدا. ارجوكي لا تفكري فيني، لا تفكري بمشاعري ابدا. طب ليش محسسني ان شاء الله كثير صعبه؟ رح اخذ الموضوع بروح رياضيه، لاني لازم ميرا شي نهار تضل لحالها لعندي يوم كامل حتى اتمرن على موضوع انه ميرا رح تضل معي لما تولد شهد. فكره حلوه. فكره حلوه يعني. على فكره انا رح اضل بالمستشفى يومين، فانت يومين كمان، فانت حتضل يومين مع ميرا كمان. فلا انا هلا فكرت في الموضوع انه قلت لا منيح منيح، لازم اعرف قدراتي شو هي لما تكون ميرا معي ليوم كامل. اوكي انتوا اليوم رح تكونوا معي طول اليوم وانا طالعه، وسيامان رح يكون مع ميرا، يعني انا رح ادير بالي عليكم وسيامان رح يدير باله على ميرا. انا طلعت برا البيت، انا بالسياره حاليا. اكيد الكل فهم انه انا رح اراقب سياماند وتصرفاته مع ميرا. قلت سياماند انه انا رايحه كذا مشوار لحتى ياخذ راحته ويفكر انه انا ما رح اجي هلا، يعني ممكن اجي بعد ساعتين ثلاثه اربعه خمس. اليوم حبيت اشوف تصرفات سياماند لما هو يفكر انه انا رايحه مشاوير طويله، كيف رح يتصرف معه. فكره هالفيديو مو لانه انا ما بثق بسياماند، لا بالعكس، بس ولا مره تركت ميرا لساعات طويله مع سياماند. عندي فضول شوي اعرف سياماند كيف رح يتصرف مع ميرا، هل رح يعرف يدير باله عليها، هل رح يعرف ينتبه عليها دائما، كيف رح يكون معها. فهذا الفيديو لاني انا فضوليه وانتم كمان بدي اياكم تشوفوا تصرفات سيامان مع ميرا. المشوار الوحيد يلي رح اروح له هو عند الدكتوره لاني عندي فحص روتيني، الوقت الباقي كله انا رح اضلني بالسياره وعم براقب سيامان وتصرفاته مع ميرا. حطيت الكاميرا بالصالون لاني بعرف ميرا دائما بتتفرج على التي في هونيك، فهلا فيني افتح
واشوف سيامان وميرا شو عم يعملوا باي وقت بدي اياه. قبل ما اروح على الدكتوره مفكره شوي اشوف اراقب الجو شو عم بيصير. هلا اشتغلت الكاميرا. هلا سيامان وميرا عم يلعبوا عادي. اوكي جاب الالعاب حطهم كلهم بالصالون. ما اعطاها لعبه او اثنين، لا حط الالعاب كلهم قدامه. عاد الان ما في شيء، عم يلعبوا مع بعض عادي جدا. سيامان قاعد على التليفون كالعادة. يي شوف كيف عم يرملوا خديد. حاسة رح ارجع البيت رح الاقي كارثة، رح الاقي شيء، الاقي البيت مو مثل ما انا تركته. اوكي سيامان يمكن عم يدور على ميرا لاني ما عم بشوف ميرا. يي هون ورا الطاولة عم بيدور عليها. ايه سيامان عم بيدور على ميرا، عم يلف البيت كله، طلعت ميرا موجودة ورا الطاولة. اوكي جابها من المطبخ، عم تلعب بشغلات المطبخ كالعادة. ميرا دايما بتجيب اغراض المطبخ، بس الشغلات الحادة حاطيها نحن فوق، الشغلات الخطرة. اوكي جاب لها الطنجرة مشان يعزفوا. اوكي شو هاللعب هذا يعني ما عم بفهم. سيامان بالمطبخ ما بعرف شو عم يعمل. اه اوكي عم يعمل حليب لميرا، لاني قبل ما اطلع ما اعطيت ميرا حليب. عم بيحاول يغريها بالحليب. شو عم يعمل؟ لحظة شو عم بيصير؟ سيامان يعني جوعان لهالدرجة ما فيك تروح تاكل؟ اوكي شرب من تمه وبعدين عطى لميرا. كتير كتير ممتاز. هلا انا عم بسجل اخطاء سيامان. اوكي بس اروح على البيت رح اقول له انت عملت هيك وهيك وهيك وهيك، ان شاء الله ما يعمل اخطاء تانية. هلا لازم اروح على الدكتوره لاني بصراحه تاخرت، لازم اروح لاني بدي مشوار تقريبا نص ساعه لهونيك. بعدين بعد ما بخلص كل شيء رح ارجع افتح الكاميرا واراقب شو عم يعمل سيامان مع ميرا. الله يستر اليوم ما يصير كوارث لحد ما ارجع على البيت. خلصت موعد من الدكتورة، خليني افرجيكم شو اعطتني اليوم. اعطتني صورة سونار بس ما فهمت منها ولا شيء. ما فهمت شيء من الصورة بصراحة. قبل ما اروح على البيت اخذ نظرة اشوف سيامان وميرا شو عم يعملوا حاليا، وبعدين بروح على البيت وبقول له مفاجأة انا كنت عم براقبك. اوكي كأنه سيامان ما بعرف هو مستلقي او نايم، ما عم بشوف كثير منيح لاني الصورة مو واضحة. ميرا اجت من المطبخ ما بعرف شو شايلة. شو هذا؟ ميرا شايلة شي من المطبخ، شايلة شي عم تلعب بيه من المطبخ. وسيامان سيامان نايم. سيامان مو مستلقي نايم. لا 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 عرفت ميرا شو شايلة. ميرا شايلة كيس الطحين. يا ربي فاتحة خزانة المطبخ واخذ الطحين. هلا البيت كله راح يصير طحين. يا الله سيامان نايم، سيامان نايم. ميرا وشها كله طحين وعم ترقص وعم تاكل الطحين. لا 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 لا, لا. عم تلحس الطحين من الارض. يا ربي لا 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 انا لازم اطلع. اوكي ميرا دخلت ما عم بشوف شو عم تعمل، مو مبينه بالكاميرا ابدا. اكيد عم الطحين كله صار هون وهونيك. انتم ملاحظين انه سيامان كل هذا نايم؟ يا الله كبت الطحين كله على الارض. واخيرا سيامان صحى من النوم. هو لحد يمكن حد الان مو فهمان ميرا شو عامله. يا الله شاف الطحين وشاف انه هي منزعة حالها بالطحين، بلش ينظف. تستاهل مشان ما تنام في او ماي جاد، مشان ما تنام مرة ثانية. بس ارجع للبيت سيامان يا ويلو مني. صعد لفوق يغير ملابس ميرا لاني اكيد كانت منزعة حالها.
عشان ما اجي واشوف الطحين في كل مكان. نظف المكان، بدل ملابس ميرا. هلا قعدوا على التي في استقروا، يمكن انا ما عم اتحمل، لازم ارجع على البيت لاني ما عم بتحمل اشوف كوارث اكثر من هيك. شو عم تعمل استاذ يمند؟ ايه رجعت. شو انا اكتشفت كثير شغلات اليوم. اتصل فيني، صار معي كثير قصص وما اتصلت فيكي انه ما تعزلت. انا اليوم اكتشفت كثير شغلات، واليوم حسابك عسير معي. انا كنت عم بشوفك شو عم تعمل مع ميرا لحظة بلحظة طول ما انا مو بالبيت. تعال. اليوم حسابك عسير، انت ما عم تفهم. اقول لك شغله شو صارت اليوم. اليوم ميرا كبت الطحين بكل مكان، بس هلا انت نظفت كل شيء قبل ما اجي، صح؟ بسم الله. شوف هي. طول اليوم يعني كنت عم بشوف كل شيء. لا عندي لك. بس كان عندي موعد بس عند الدكتوره، لا رحت سويت اظافري ولا رحت عملت شوبينج. قلت اليوم لازم اراقب تصرفاته مع ميرا، ومنيح انه عملت هالشيء. ليش تركه ونايم؟ عادي يعني طبيعي يا جماعه. ما بعرف لا 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 ما بعرف شو شاهد. عن شو عم تحكي شاهد؟ ما بعرف وين. لا وين ميرا؟ وين خفيتها؟ نايمه هلا. وين اختفت المسكينه؟ طعميتها، شربتها، غيرت لها، بدلت لها ونيمتها. اكتشفت شغله، انا كنت مفكره ميرا عم تعملها، طلع الاب اللي عم يعملها. وانت قاعد عم تتهم ميرا يا كذاب. مخاديد مين بيخربهم كل يوم؟ حياه الله مو انا. اليوم مين خربهم؟ اليوم انا. ايه شلتهم من هون، حطيتهم هون مشان ميرا ما تضرب راسها، مشان ما تضرب راسها. لا 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 لا. هيك انت ونايم هون هيك عم تشلف المخدات هيك. انا شو خلصني هلا. دائما مثل ما بتعرفوا ميرا بتشيل المخدات وبتشلفهم بالارض وبتلعب فيهم. اليوم شهد شافتني بالكاميرا لما هي عم تراقبني، حطيت المخدات على الارض، وانا حطيتهم بس مشان شو؟ مشان ميرا ما تضرب راسها هون. ميرا اخر مره بتضل معك لفترات طويله، انت ممنوع. ليش؟ ممنوع عليك. اول شيء نمت وتركتها، وبعدين ما نمت. لا نمت وتركتها. ما نمت. بعدين ليش عم تشرب من مبرات ميرا؟ انا ما عم بصدق نفسي. تعال هون. ليش عم تشرب من ببرونة ميرا؟ ها؟ لا وبعدين بيعطيه اياه من دون ما يغسلها. لما انا حطيت لها حليب حسيت انه في حليب على الصيام فوق قوم البز، ما عم بيطلع حليب. فتحت الطريق. المهم اليوم اكتشفت كثير شغلات وكثير فضايح وكثير امور سيامد بيتهم ميرا فيها، طلع هو المجرم الحقيقي. بس لا 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 عن جد، يعني غير انه انت نمت وخليت ميرا تلعب بالطحين، وغير انه انت شربت ببروند ميرا، فانت عملت شغل منيح يعني. اوكي؟ لا والبيت نظيف وميرا نايمة، فهي شغلات بتاخذ عليها. اوكي المهم حبايبي، وصلنا معكم لنهاية الفيديو. اليوم راقبت سيامند، شو رأيك بالمراقبة تبعي؟ شو رأيك؟ طيب. ان شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتروحوا تتابعونا على الانستغرام، ولا تنسوا تفجروا الفيديو لايكات. يلا بنشوفكم بالفيديو الجاي، باي.